ولدي مظلوم في الحبس 5 شهور وما عنديش حتى حق محامي باش نعمل ولدي محامي، وانا نقوم به نرقد به في الدنيا هذه ما صورت شيء بي. وبيه بلاد مازال الظلم عندك قلتك فلوس انا تسوى انت الفوق حقك. انا من المظلومين وانا ولدي مظلوم بالحبس بطل ربي فهمني، دخل عمل صاحبه مشكله تعارك هو والبوليس هذايا، صاحبي دخل يبعد في صاحبه كم كوا باش ما عادش تقبل المشكله وكذا، يا اخي كي جا الحاكم مظلوم مظلوم صباح موقوف ولدي لا عملت لا يدو بوليس ولدك صاحبه تعرف هو بوليس ايه. والمشكله وقعت في باب الخضره في المقص تاع باب الخضره، ولدي دخل يحس فيه يحس في الولد هذايا يحس على طيب على البوليس يحس على البوليس ولدي يحس على البوليس يا اخي صباح مطلوب ولدي معاه بالجريمه هذايا وهو خاطيه وطالع هذايا اللي عمل مشكله يقول هذايا احسن خاطيه مش معايا، والبوليس ايش يقول؟ يقول السيد هذا يحس اليوم 5 شهور وهو موقوف، ونسنا عملنا مطلب صراح للسيد تحقيق ربه صراح وولدي ولا عملت يد ولا سيق. ثم تقرير خرج من الدائرة تقرير ما العلم عند ربي شنو التقرير اللي بيه، لكن ولدي خاطي ولدي مظلوم في الحبس 5 شهور ظلم لا ما عمل شيء أكاو 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 هذيك هي الحكاية، والسيد الطليل اللي عمل المشكلة هذايا ناكر في ولدي يقول ناكر في ولدي ناكر فيه يقول هذايا مش معايا أنا اللي عملت المشكلة يقول، وأنا اللي مستعرف بالحكاية هذي والتحقيق ما سايبوش يعني اللي سبب المشكلة نكر في ولدك نكر في ولدك علاش نكر فيه؟ نكر فيكم اللي هو خاطيه مش معاه ما عملش معاه المشكله هذيا مفهمني؟ عملها هو مستعرف اللي هو عملها المشكله هذي ونكر في ولدي يقول هذيا راهو خاطيه. مين علاش مجهود ولدك؟ مجهود العلم عند ربي، علاش مجهود؟ العلم عند ربي. هذه القضيه ما فيهاش حتى شيء اخر ما فيهاش حتى شيء مخبي ما تحبش تحكيه. العلم عند ربي التقرير اللي خرج من اي هذاك هو اليوم 5 شهور وانا تعب ومريض ويعلم بيا كان ربي وما عنديش حتى حق محامي باش نعمل ولدي محامي وموري سبابا على الاخر وانا مكسبني ولد واحد هكا هو ومريض توا انا مريض على الاخر ما عنديش جمع ما عنديش باش نعمل له محامي ما عنديش وانا نقوم به نرقد به ما عندي حتى شيء في الدنيا هذه خلف ولدي يعني. في الدنيا هذه ما صورت شيء من البلاد هذه كان وليد ولا بنيه عندي ربي يفضلها هكا هو صورنا منها شيء البلاد هذه وهذه بلاد مازال الظلم ومازال السبدات فيها ومازال غارقه في برشا حاجات فهمني مازال الظلم في البلاد هذه مازال كما قضية كما هذايا ولدي مظلوم فيها أنا ما عمل شيء صباح في 5 شهور وهو ما عاد يعدي بالحبس بطل ربي كيك والله والقرآن والرحمن وهذه المشكلة هذه نوصلها حتى للرئيس يعني. الدولة وللحكومة اللي راهم مازال الظلم في البلاد مازال على اللازم فوق اللازم القهر في البلاد هذايا عندك تسوى ما عندكش ما تسوى شيء عندك فلوس انت الكل بكل ما عندكش فلوس سالك تعطي العيد اي نعم اخوي عندك قلت لك فلوس انك تسوى انت الفوق حقك شاشي على روسك سواء كنت بيه ولا خايب بيه ولا خايب ما عندكش فلوس تعطي العيد ما يراك حد وما يستعرف بيك حد وما على باله بيك حد في الدنيا هذه في البلاد هذه فهمني حتى من فاميلتك ما على بالهمش بيك ينكروا فيك كلا وقت دور وجوه عندك فلوس انت الكل بالكل وانه حطك يتبقى الورد فهمت خويا العزيز هكا ولينا في تونس فهمتني عندك تسوى ما عندكش ما تسوى شيء من الاخر والله يبنى في بعضنا
اي والقرآن والرحمن هذه هي الحقيقة نحكي لك فيها هذه هي والوضع نتاع البلاد. قلت لك عندك تسوى ما عندكش ما تسوى شيء ما تسوى شيء وربي يبوق الناس الكل. وكاهو السلام عليكم. والمشكلة هذه نحب نوصلها أنا كما قلت لك رئيس دولة وللحكومة اللي شاد البلاد توا هذه شاف. الحكومة تشوفها قاعدة تخدم ولا ما فما شيء؟ ما فما شيء. شنو الخدمة؟ وين الخدمة؟ لا فما لا خدمة لا هما يحزنون. شنو؟ والله وين الخدمة؟ الغلاء والهم والفقر والميزيريا والدنيا والعالم شاد العباد تحت الساقين. شنو وين وين الخدمة؟ ما فما حتى خدمة.